الاجتماع ولا حاجة بعمق الوضع السياسي في البلاد، عبر على انشغاله العميق بالتدهور بالأحداث الخطيرة اللي عاشتها البلاد، بأعمال العنف اللي مارستها الأطراف المسمات بأنصار الشريعة واللي هي عناصر تكفيرية وعناصر لا تخفي ميولاتها الإرهابية، وتسببت في أحداث عنف أضرت كثيرا باستقرار البلاد. المجلس عبر على تضامن تام مع قوات الأمن وما تعرضت له، واعتبر أن جهودها يجب إقبالها، والتوانسة الكل مطالبين بإسنادها وتثمين دورها. كما عبرت على أسفها لسقوط ضحايا وعديد الجرحى من التوانسة، سواء كانوا من الشباب المنسوب للجماعات هذه الداعية للعنف أو من قوات الأمن، لأنه إحنا الدم التونسي عزيز علينا وما نحبوش يهدر. كذلك اعتبرت أنه التوانسة الكل اليوم، المجلس اعتبر أنه التوانسة الكل اليوم مدعوين باش يتوحدوا من أجل الوقوف صفا واحدا مانعا ضد أي انزلاق نحو العنف والمهاوي متاع الإرهاب وإسالة الدم. وذاك علاش يعتبروا أنه لا بد من الحوار بين التوانسة، والحوار يلزم يفضي إلى توافقات، ونحن نستبشر بما آل إليه الحوار بين مكونات الاتحاد، ونثمن جهود الأحزاب والأطراف السياسية الوطنية التي عملت وسعت من أجل أن يفضي هذا الحوار إلى توافقات. ونعتبر أن التوافق لا معنى له إذا لم يمر إلى التنفيذ، والتنفيذ هذا من أجل يكون إلا من كل التوانسة اللي اليوم نشوفه بالتدريج بدأت عزيمتهم تتوحد، سواء كان في السلطة ولا في المعارضة، من أجل التصدي للمهاوي اللي تهدد البلاد. وبصفة عامة نحن ندعو كل القوى السياسية وكل المكونات المجتمع المدني إلى الإسهام بجدية في مؤتمر مناهضة العنف والإرهاب اللي باش ينعقد في 18 جوان، ويلم التوانسة الكل اللي يحبوا ينقذوا بلادهم، وإن شاء الله بالعزيمة السياسية وبروح المسؤولية الوطنية نصل إلى تحقيق إنقاذ تونس. هل سيتم تشريد التيارات السلفية في المؤتمر الإرهاب المقرر في 18 جوان؟ لا، هو مؤتمر الإرهاب باش يشاركوا فيه القوى السياسية الفاعلة اللي شاركت في المؤتمر، في المؤتمر حوار وطني اللي أمو الاتحاد عبد الشغل، فمش أطراف أخرى باش تشارك في هذه غير الأطراف التي شاركت في هذا المؤتمر. يعني ربطت حماية الثورة غير مدعوة للأحزاب السلفية؟ لا، هي الأحزاب المدنية، الأحزاب المدنية والمشاركة سواء موجودة في مجلس الوطن التأسيسي أو خارج مجلس الوطن التأسيسي، معنية بهالجبهة الواسعة ضد العنف والإرهاب، واللي مهتمة باستراتيجية كاملة.